شوف ما تحقرنيش، راه كاينين الناس اللي تيحقروني، راه العود اللي حقرتيه تيعميك. الله العظيم هاد الغابه مره كتلقى ناس كيجريو، تيترينيو الفوق. ها هما شتي محطه، فهم الناس راهم طالعين مع الطريق، هما طالعين مع الكودرون تيجري. كون بغيتي تعبر كون مشينا نرجعو للدار على رجلينا. اش كتسمعي دروكا؟ معروف. ها؟ صرصور. لالا حفوصة. نعم. دائما مع الخرجات ديال حفصة الصيفية. الآن تتواجد الخرجة الصيفية. أنا خارجة مسلحة واخا ما لابسش برديلة. واخا مرضتي، واخا درك الرباح. واخا مرض. واخا الحلاقم. واخا مرض واخا الحلاقم. نعم. أنا مسلحة. ياك؟ وياك. لا زوينة الغابة يا حفصة، لا. زوينه الرياضه وزوينه الفيديوهات وزوينه شحال من حاجه زوينه اللي كيديروا الرياضه. ياك الغابه. مزيان. تبارك الله على لاله حصه العزيزه. الزرقيه ديال السماء تتبان في وسط الشجر الفوق، وكتبان شي ضبابات لهيه تيبانو. هذه غابه شفشاون يا احلى متتبعين قناه حصه. واول حاجه باش يكون النظام الغذائي ديالك صحي خاصك تاكلي بزاف. عاش. هذه واحد البصيصه مديوره في الغابه الفوق، فيها كراسه زوينين. قلنا قبيله في هذاك الفيديو الاولاني فيها الفران وفيها كراسه هنايا بحال هذوك الكراسه، يكونوا كراسه بحال هذاك اللي بغى يجيب الماكله ديالو، كرسي من هنا وكرسي من هنا، عائله تاكل بحال لا طابلا مونجي. ها هي محطوطه في الغابه زوينه. ها هي جيو فرج فوق هذيك الطبيله شي حاجه، شي ميكا ولا شي حاجه، وحطوا كل الاخرى راه هي لهيها. وكاينين الكراسي الاخرين ديال القعاد بحال هذاك اللي لهيراه. تصيصه زوينه في وسط الغابه والشجر هنا، طلع مع الجبال مع الغابات، زوينين تبارك الله. تحرك شويه. لا بلاتي كيبان لك هذاك السيد اللي كيدير الرياضه اللي راه طلع مع القدرون. دوري هاك دوري هاك 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 تيبان لك راه مشى ليه، ما بانش لك، مشى داز ما شتيش قبيله حصه كيدير الرياضه طالع مع 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 الغابه. صح هي انا خصني نخطف الثانه. ياك صح. وباش اش غديري باش تخففي؟ الريجيم والرياضة. جوج الحوايج ضروري، الريجيم والرياضة. يعني باش تخففي وباش تكون عندك صحة مزيانة خصك النمط الغذائي ديالك ولا الطبيعة ديال الغذاء ديالك تكون صحية. وأول حاجة باش يكون النظام الغذائي ديالك صحي خصك تاكلي بزاف. عاش. الخضار والفواكه. ولكن الليل ما ناكلش. الليل ما تاكلش، تاكلي مع العشيه والكوتي وكل شيء، ولكن الليل لا، الماكله ديال الليل هي اللي كتمرض. ونوضي الصباح بكري وتريضي شويه وفطري بكري ماشي مشكل. انا يا احلى متتبعين ويا اغلى متتبعين، انا ما تتحملش الخبز. ياك الوليد. نعم. شحال هادي ما كليتيش الخبز؟ ومدة هادي ما كليتيش الخبز يا حفصة، حيدتي عليك الخبز. شحال هادي؟ شحال هادي وانتيا محيدة الخبز؟ وتا هو راه بان عليك يا حفصة. شكرا. الخبز راه حيدتي الخبز وبان عليك واش حيدتي الخبز. شكرا. فين هي ماماك؟ راه هي لهيك. اش كدير؟ وراك. اش كدير؟ كتجمع الماعن. كتجمع الماعن ديال الغدا. تغدينا وهي قاعده كتجمع المان. مزيان. انا بعدا والله الا عجبتني هاد البلاصه يا حصه. شكرا. غادي نطلع بالكاميرا الفوق فوق الشجر ونشوف السماء بالكاميرا صافي. راه تيبين واحد المنظر زوين اعلى الاشجار ومنه للسماء، والله الا زوينه حصه، هاد المنظر زوين بزاف. هزي راسك تنتي وشوفي الفوق السماء فين كاين الشجر، هزي راسك مزيان تيبان لك السما في وسط الشجر.
تيبان زوين. مدينة شفشاون الغابات ديالها حفصة تبراتي شوية هاد العشية ياك. اجي حفصة انت اللي فرشتي هادي فوق الحيط ماماك يسرا لا بغا يقعد هنا مزيان. المهم راكي مبرعه ثاني اليوم حصه. الحمد لله خرجتي من الصد ديال الحيوطه وخرجتي للطبيعه شمي الهواء مزيان. ان شاء الله غادي ترجعي بريتي حصه اليوم بعد الخريجه هادي شميتي الهواء نقي ياك. شميتي الهواء نقي او وكليتي داكشي الماكله ديالك الزوينه اللي هي صلاد طبيعيه صلاد فروي. اجيونا نقعدوا حصه فوق هذا الكرسي هذا راح حطو فيه البونزا ومخدات دير بحال الفوت بحال الفوت سير الزوينه تجيب لينا ماما كتاي نبقاو حتى العشيه. ها نبقاو حتى العشيه وتسمعيش كي تسمعي دروكا ها صرصور صرصور ها صرصور ها صرصور كتسمعي تسمع هاد الاشجار كي تسمع فيها صوت الصرصور بزاف. غير تنقص حفصه غير هاد الطريقه باش غاديه دائما تحيتي البرقه حيتي الخبز صلاد فروي ولا صلاد ماروكان راه مزيانين تيساعدوا في نقص الوزن حفصه راه غادي مزيان. خصك غير شي شويه ديال الرياضه دروك خصك تزولي. نعم خصك ديروا معايا الغش واحد الحاجه ما عمركم درتوها ليا اللي هي اي باش سافرنا ما عمركم درتوها ليا قولها ليا تحش العصير تاع البربه البربة ندير يا بابا نديرو لك العشاء. ها نديرو لك العشاء. اي هاي ما قديتوش. علاش ما ديناش ما قديتوش؟ واش بغيتي غير صلاد بغيتي غير عصير البربة؟ عصير البربة وعصير الخيار. لا اشنو غيكون مع البربة؟ ها واش غديري مع البربة؟ الليمون. الليمون واش نخر ديري العسل ولا السكر؟ ما بغيتش السكر. اش غديري؟ بغيت معلقة ديال العسل وسط العصير ديال البربة والليمون. مرحبا هي اللي ما تعاودش واخا هذاك هو العشاء ديال اليوم صح متفقة زمزمو زمزمو ولا تخممو ونتمنكم تكونوا بخير وعلى خير. وحصة كتشكركم يا أحلى متتبعين في العالم من غابة شفشاون قرب المسبح البلدي في شفشاون. شكرا يا حفوصة شكرا. وقولوا لي يا أحلى متتبعين نعم ما رأيكم واش ناكل معاه شي حاجة ولا لا؟ مع ياش؟ مع العصير. لا قلنا الماكلة ديال الليل ممنوع إلا بغيتي صحتك. ها الناس كيديروا الرياضة دائما حفصة ها ها علاش ما درناهاش حنا؟ الله العظيم هاد الغابة مرة كتلقانا اش كيجريو تيترينيو الفوق هاهوما شتيهم حصة؟ راهوما الناس راهوما طالعين مع الطريق هاهوما طالعين مع الكودرون تيجريو. كون بغيتي تعبر كنمشينا نرجعو للدار على رجلينا. ما نقدروش حصة الفيديو دخل فيه حصة انا حصة والله الا خجرة ما تقدريش دابا غير نتحداك الا وصلت الدار بلا عيا بلا والو ما تقدريش يا حفصة. لا ما كاينش ما نقدرش والله الا قادره تقول لي دابا ما نقدرش ولكن واش عرفتي فين جات الدار 64 كيلومتر وبغيتي ترجعي لها على رجليك والله الا قادره. امتى غتوصلي؟ شوف امتى غتوصلي؟ دابا شوف قول لي بعدا امتى غتوصلي؟ ملي نرجعوا العام الجاي للمخيم ثاني. شوف هي عندك تحقرني راه ما حقرتكش ولكن المنطق ما كيقولش هذا الشيء. ما تحقرنيش راه كاينين الناس اللي تيحقروني
كاين العود اللي حقرتيه تيعميك، ولكن باش ترجعي من هنا لتطوان للدار من شفشاون وتوصلي على رجليك 64 كيلومتر ما غاديش توصلي حتى العام الجاي ان شاء الله فاش نرجع من المقيم. غادي نطلقوك تمشي من هنا لتطوان للدار ونمشيو حنا لمراكش ونرجعو ونخدمو ويجي الصيف العام الجاي ونشدو الكونجي ونجي ونتلاقاو معاك في تطوان يلا وصلتي. دابا تشوف الا كاين شي حد اللي عاوني ولا تمشى معايا الله حتى نوصل. راه غادي توصلي والله حتى نوصل وبسرعه في البرق. عرفتي الا كاين شي الا لقيت شي فريق بحال هذيك الفرقه اللي جريت معاها في مراكش والله حتى نوصل. والله اعلم. وقال لك سيدي العود اللي حقرتيه راه غادي يعميك.